ربما سرعة الاستجابة للدفاع المدني قلل من خسائر صاحب السيارة السابقة، لكن هذا المشهد لم يكن مشابهاً في قضاء الشافعية بمحافظة القادسية حينما احترقت سيارة أحد المواطنين قبل ساعات قليلة من ظهر اليوم. أحد الأسباب التي أدت إلى احتراق السيارة بالكامل هو عدم توفر سيارة إطفاء في مركز القضاء، علماً أن هذه ليست الحالة الأولى التي تحصل في قضاء الشافعية لعدم توفر وحدة إطفاء. سكان القضاء ناشدوا من خلال تعليقاتهم على المقطع الذي سنشاهده معا، نشدوا بضرورة الإسراع في توفير وحدة إطفاء لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. وين هذا؟ هذا لا يا فندم، زينك هي بعدها رجيت بعدي.